صباح الخير بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ورمضان كريم. جيت لكم نشارك معكم واحد الخريجة صغيرة للمول ونشارك معكم واحد العشاء خفيف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. والبنات، بغيت نشكر واحد الاخت عزيزة على قلبي، واحد الانسانة واقفة معايا وكتساعدني من هذا المنبر هذا، كنشكرها بزاف وكنقول لها شكرا لك اختي بزاف. والله يرحم والديك، والله يخلي لك وليداتك. وهي راه حتى هي عندها قناة البنات، وبغيت كاع البنات اللي كيحبوني واشكم تدخلوا وتابوناو معاها حتى هي. انا غادي نخلي لكم التصويره ديال القناة ديالها، شهوات ام ياسين شيماء، انسانة من اطيب خلق الله. مني فاش بديت وهي معاونه معايا في قناتي وكتساعدني وكتخدم معايا، الله يجازيها بخير والله يرحم والديها. وكنشكر كاع البنات كاملين، كاع صحاب القنوات المتتبعات ديالي كاملين، كنشكركم من هذا المنبر هذا. وكنقول لكم عواشا مباركه مسعوده ورمضان كريم، وكل عام وانتم بخير. المهم البنات، شاركت معكم واحد الخريجه خفيفه ظريفه دغيا بالزربه، وتقديت شي حاجه كانت خاصني للدار جبتها معايا. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشوفوه من الاخر، من الاول حتى الاخر. وما تنسوش الطلب اللي طلبت منكم انكم تدخلوا عند شيوات ام ياسين شيماء وتابوناو معها. راه عندها محتوى زوين وقناتها زوينه، كتقدم وصفات ناجحه وزوينه. وهذا هو الفيديو ديالي البنات، نخلي وهذه البنات هي القناه ديالها شيوات ام ياسين شيماء. نتمنى تدخلوا تابوناو معها وتقولوا لها انا جينا من طرف يوميه المراه المغربيه، فانا غنكون شاكره لكم بزاف بزاف. وهنا البنات غنشارك معكم، وانا غنشارك معكم البنات العشاء ديالي خفيف، لي باط والكفته في الفران، كيجيو روعه البنات، روعه روعه روعه. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، وبقاو مع الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. وكنقول لكم شكرا بزاف، وراكم عزاز وغاليين كاملين ليليا هوم، مطبخ اسماء البسيط، عالم ام ريتاج الوزانيه، عالم زهره، كاع الاخوات اللي متابعيني ام ريتال، كنشكركم بزاف بزاف من هذا المنبر هذا. واللي نسيت سميتها تسمح ليا. ودابا البنات غادي ندوز معكم مع الطريقه والطريقه التحضير. كناخذوا البنات قويميله صغيره تنديروا فيها الماتيغلا مع شويه الملح، تنسلقوا فيه لي بات ديالنا على هذا الشكل هذا حتى كطيب لنا. ما نحاولوا البنات ما تخليوهاش طيب بزاف باش ما تعجنش. هنا كنحضروا البيشاميل ديالنا عادي. انا البنات يعني ما كنبغيش نبقى نكثر، نحط المقادير صور دير ندير داكشي، يعني جوج كيسان ديال الحليب، جوج معالقه الزبده، معلقه جوج معالق الطحين، وتنخلطوا دوك كلشي حتى يتقال الخليط ديالنا. تنزيدوا شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، تنحكوا شويه ديال الكوزه، وتنبقاو نخلطوا في الخليط ديالنا حتى كيتقال على هذا الشكل هذا. كنزيدوا من بعد ما كتقال لينا البيشاميل ديالنا تنزيدوا الكريمه. بعد ما سلقنا لي بات ديالنا وحضرنا، فاحنا خدينا مقيله شحرنا فيها شويه ديال البصيله حتى طاحت مع شويه زيت العود، زدنا عليها شويه ديال الكفته وشويه البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، وتنديروا طبقه لتحت ديال البيشاميل، تنزيدوا عليها طبقه ديال لي بات مع الكفته، وتنزوقوا بقطع ديال الفلفل وشويه ديال الفرماج حمر من الفوق ولا الموزاريلا اللي متوفر عندك في البيت. ماشي بالضروره ديري داكشي اللي درت انا. وهذا هو الطبق ديالنا، غادي ندخلوه للفران ونخليكم مع الشكل النهائي. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وفرجه ممتعه، وخليكم على فيديو.
وهادو البنات واحد البانكيك. كانت ولدي عنده واحد الحفلة فأنا وجدتهم لي، إن شاء الله نشاركهم معكم من بعد. وكنتمنى لكم فرجة ممتعة، وكنقول لكم شكرا إلى كنتو وصلتوا حتى لهنا في الفيديو. بالنسبة للبنات الجداد اللي أول مرة كيشوفوا القناة ديالي، ما يبخلوش ليا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس وباش يوصلكم كل جديد. وكنتمنى لكم التوفيق جميعا، وهذه الكبسة ديالنا بالرز والخضرة إن شاء الله مرة أخرى في الفيديو الجاي نشارك معكم حتى هي. وكنقول لكم إلى اللقاء.